حكم عدم العناية بأهل القرآن؟ هذا مما لا يجوز أيضا. أهل العلم كلهم يجب الاعتناء بهم وتعظيمهم وتوقيرهم، لأنهم ورثة الأنبياء. الأنبياء هم الواسطة بين الخلق وبين ربه، أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى هذا الخلق ولم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. فمن أخذ بحظه من العلم أخذ بحظ الله. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين أمر الله سبحانه وتعالى أن يهتدى بهم بعد هؤلاء الأنبياء، فينبغي تعظيمهم، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بحفظة القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأهله أهل الله سبحانه وتعالى كما قال في الحديث، أهل القرآن أهل الله. هذا يجب الاعتناء بهم وتقديرهم وتكريمهم، ولا يجوز التهاون به، لأنه تهاون بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويخشى على أصحابه إن يقعوا في ردة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، حكم أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله؟ الأفضل والأولى لمن يعلم شيئا من هذا الدين أن يعلمه سواء مرضات الله سبحانه وتعالى خالصا في ذلك، ولا يريد عليه أجر من الدنيا. لأن الناس منهم من يحتاج إلى أجرة، فيجوز له أن يأخذ أجرة على تعليم القرآن، ويجوز للناس أن يدفعوا الأجرة ليعلموا أنفسهم وأبناءهم القرآن، بل هو أفضل ما تدفع فيه الأجرة. الناس يؤجرون على قراءة اللغات الأجنبية وعلى الأمور الأخرى، المحاسبة والكمبيوتر والأمور العادية التي يحتاجونها في دنياهم، فهذا الذي يحتاجونه في آخرتهم ينبغي أن يكون هو الأولى. في دنياهم وآخرتهم معا. فهنا أريد أن أنبه إلى أن هذه ظاهرة موجودة، وهم الذين يدرسون القرآن للناس في بيوتهم، فينبغي على هؤلاء أن يعلموا أنهم يمثلون قيمة الإسلام، لأنهم حملة كتاب الله سبحانه وتعالى. فينبغي بل يجب عليهم أن لا يضعوا أنفسهم في مهانة أو مذلة أو في أمر لا يليق. ينبغي أولا في أنفسهم أن يتخلقوا بأخلاق القرآن، وأن يكونوا طيبين ونزيهين وعادلين، وأن يعلموا أنهم يمارسون مهنة من أعظم وأشرف المهن، وأنهم مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى عما فعلوا في مهنتهم. ينبغي أن يعتنوا بالصبيان الذين يدرسون هذا القرآن، وأن يدرسهم حقا بجد وإخلاص، وينبغي أن لا يقبلوا من يتعاملون معه في هذا المجال أن يضعهم في غروف غير جيدة أو غير لائقة، كمن يتعامل مع أجراء آخرين في مجالات أخرى قد لا تحتاج إلى ذلك من التقدير. وينبغي لأهل المنازل إن أرادوا أن يعملوا عملا خيرا حسنا، وأن يستفيد أبناؤهم أيضا من حفظ هذا القرآن، وإن ينفعهم إن حفظوه، أن يوقروا هؤلاء المدرسين للقرآن، وأن يعطوهم من الأجر ما يستطيعون، وأن يحترموهم وأن يضعوهم في غروف طيبة وحسنة ولائقة. من كان يصلي الصلاة المفروضة وتذكر مالا نسيه في الحمام، فما حكمه في هذه الحالة؟ حكمه من تذكر مالا، والمال من الأمور التي يجب حفظها، كليات الخمس التي أجمعت الشرائع السماوية على وجوب حفظها من المال. فإذا تذكر مالا نسيه في مكانه، وكان يعلم من نفسه أن المال في ذلك المكان معرض للضياع والتلف، فعليه أن يبادر إلى هذا المال لأن حفظه واجب، فيأخذه ويعود ويصلي، يقطع صلاته ويعود ويأخذ المال. فإن كان يعلم أن هذا المال الوقت الذي ستشغله الصلاة لا يعرضه للضياع ولا للتلف، فيتابع صلاته، فإذا انتهى من صلاته يذهب إلى ماله. فالدين يسر ليس فيه حرج، والصلاة عماد الدين، والمال أيضا من الأمور التي يطالب الإنسان بالمحافظة عليها، وسيسأل عنها إن ضيعها. نعم، فلا يتحرج من كونه في صلاته لأجل أن يضيع المال. فإذا كان يعلم أنه
سيضيعها المال إن تركه لحظة دقيقة دقيقتين، فينبغي أن يتركها لصلاته ويذهب إلى ماله ويأخذه وما يعود إلى صلاته. نعم، حكم الوفاء بالنذر، وهل يجوز أن ينذر لشخص معين، أن ينذر لشخص معين؟ النذر في أصله العلماء يقولون ما لا ينبغي، لا ينبغي للشخص أن يقدم على النذر، لأن النذر رواية شوي يلا حد يفهمها. هو الإنسان دائما يعود دور الرواية عند مولانا، يلوذ كل طريقة كاملة بتسهلها عليه يلوذها. نعم. فبعض الناس يتجه إلى النذر أنه إن وقع كذا فسيعطي فلان ويعمل كذا، ويعتقد أن ذلك سيكون سببا في تحصيل مراده. فالذي ينبغي على الإنسان في هذه الحالة إذا كان يريد أن يستجيب الله له، هناك أمور واضحة، أن يتقرب إلى الله بما أوجب عليه، ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، أن ينظر جميع ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه لعله قصر في شيء منه فيعمل، ثم يرجع بعد ذلك إلى النوافل، ينفق يدقر، يصلي من النفل، يكثر من ذكر الله، يصلي في الأوقات التي يدعو الله سبحانه وتعالى، في الأوقات التي هي مظان للاستجابة، في السجود، في السحر، في الأوقات المعروفة، فهذا أكبر سبب لأن يستجيب الله له سبحانه وتعالى بما أراد. فإن يرجع إلى النذر، كثير من الناس يرجع إلى النذر، فهذا لا ينبغي. وإذا وقع فيه فيجب عليه أن يوفي بنذره بما نذره. نعم. من كان قرب المسجد ولا يأتي للصلاة فيه.